السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نخش على مجموعة أسئلة كده موجودة على الوحدة الخامسة في المخرج الأولاني. أول حاجة جاب لي مثلث، بيقول لي إيه؟ أمامك مثلث به ثلاث متغيرات اللي هو الفي والآي والآر، اذكرها. يبقى أول حاجة، وماذا يعبر هذا الشكل؟ أدي تاني سؤال، وما هي العلاقات التي تستنتج منها؟ كويس، يبقى أنا عندي كده ثلاث أسئلة في سؤال واحد. المتغيرات الثلاثة هي عندي إيه؟ عندي أول حاجة عندي الجهد، وعندي هنا شديد التيار، وعندي المقاوم. يبقى هكتب كده، الجهد ووحدة الفولت وارمز له بالرمز V، المقاومة اللي هي الآر وحدتها الأوم وارمز لها بالرمز العلامة بتاعت الأوم ديت. بعد كده عندي التيار وحدته الأمبير ويرمز له بالرمز A. بكل بساطة بعد كده بيقول لي أما الشكل يعبر عن إيه بقى؟ ده يعبر عن إيه؟ بسيطة جدا، قانون أوم. آخر حاجة، أما العلاقة التي نستنتجها هي العلاقة إيه؟ الـ V بيساوي الـ I في الـ R، أو ممكن أقول الـ I بيساوي الـ V على الـ R، أو الـ R بيساوي الـ V على الـ I. سؤال بسيط جدا مفيهوش أي حاجة. يجي بقى نخش على سؤال تاني، بقول لي إيه؟ تخير من العمود التاني ما يناسب العمود الأول. نبص كده على أول حاجة، بيقول لي تعريف الفراد. فين تعريف الفراد؟ ألف ولا ب ولا ج ولا د ولا ايه؟ طبعا هنقرأ حاجة حاجة. هل هو الفراد ده النسبة بين الشحنة وفرق الجهد، ولا هو سعة المكثف المشحون بشحنة مقدارها 1 كولوم وعندما يكون فرق الجهد بين طرفي 1 فولت؟ طبعا هي دي. يبقى تعريف الفراد هو سعة المكثف المشحون بشحنة مقدارها 1 كولوم وعندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. تمام. تاني حاجة، السعة. ايه هي بقى السعة؟ السعة لو احنا فاكرين القانون بتاعها، كان السي بيساوي الكيو على الفي، الشحنة على فرق الجهد. تمام. طب هي اول واحدة النسبة بين الشحنة وفرق الجهد. يبقى انا لو عرفت القانون بتاعها، السي بيساوي كيو على الفي، عرفت انا التعريف بتاعها على طول. ثلاث نقطة بتقول لي بقى تتوقف قيمة القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في موصل ملف، اللي هو موصل اللي هو ملف الكهرباء، على ايه بقى؟ عندك ايه؟ احنا طبعا الف واحنا خدناهم خلاص. عندك ج ود وه. ايه التوالي والتوازي؟ التوصيل على التضاعف؟ لا طبعا. معامل خاص بهذا الملف يسمى معامل الحس الذاتي. ايوه تمام. يبقى تتوقف قيمة القوة الدافعة المستحثة في موصل ملف كهربي على معامل خاص بهذا الملف يسمى معامل الحس الذاتي. نيجي بعد كده رابع نقطة، الهنري. الهنري بقى عبارة عن ايه؟ ما عندكش دلوقتي الا ه وجيم. ه جيم بتقول لي التوالي والتوازي التوصيل على التضاعف؟ لا طبعا. نيجي نمسك اخر واحدة، هو مقدار الحس الذاتي. ايوه تمام. الهنري هو مقدار الحس الذاتي للملف اذا تولدت بين طرفي قوة دفع كهربائية مقدارها 1 فولت عندما يكون معدل تغيير التيار به 1 امبير في الثانية. اخر واحدة وسهلة جدا بقى وطبعا معروفة، توصيل المقاومات في الدائرة الكهربائية بالطرق الاتية. طبعا رقم ج اللي هي التوالي والتوازي والتوصيل على تضاعف، توالي وتوازي مع بعض. سؤال سهل جدا مفهوش اي حاجة، يبقى احنا كده عملنا سؤالين على المخرج رقم 1. تعال بقى ناخد بعض الاسئلة موجودة على المخرج التاني، برضو احنا لسه مستمرين في الوحدة الخامسة. بيقول لي جهاز وسايب لي نقط، بيقول لي هو جهاز متعدد القياس والاستخدام، اكيد هو المالتيميتر. تاني حاجة، يستخدم جهاز سابها لي نقط لقياس الجهد ووحدة القياس الفولت، طبعا بسيطة جدا اللي هو الفولتاميتر. تعتبر المالتيمترات الرقمية من أكثر أجهزة القياس استخداما في مجال أكيد الكهرباء، وذلك لما توفره من سهولة الاستخدام، بينما تستخدم بنسة الأمبير لقياس شدة التيار. طبعا نشوف مع بعض السؤال ده، جايب لي رسمة محرك وجيب لي المكونات بتاعته، جايب لك رقم 1 على جزء، رقم 2 على جزء تاني، رقم 3، وبقول لك ايه بقى؟ حدد لي عندك هنا 7 حاجات، اذكرهم لي. ايه هم دول؟ اكتب اسم الجزء الدالي على كل رقم في الشكل التالي، مكونات محرك وحادي الاوجه. نمسك اول حاجة رقم 1، ده غطاء، الغطاء الجانبي سهل جدا مفهوش اي حاجة. تاني واحد
ده العضو الدائر، تمام. بعد كده نخش على ده اللي هو العضو الثابت، تمام، اللي هو في ملفات تشغيل وملفات التقويم. بعد كده رقم 4 جسم المحرك الخارجي، تمام. رقم 5 مش هنا في غطاء جانبي، الناحية التانية في غطاء جانبي اللي هو بيتحمل عليه هنا العضو الدائر، يبقى رقم 5 الغطاء الجانبي الآخر. رقم 6 مروحة، مروحة تبريد المحرك. رقم 7 عندي غطاء المروحة، طبعا ما ينفعش اسيب المروحة كده شغالة، ممكن اي حد ايه ايدي يجي ايده عليها تبقى مشكلة، فطبعا عملت غطاء للايه للمروحة ده، يبقى عندي هنا غطاءين جانبين، وعندي هنا مروحة، وعندي هنا غطاء للمروحة. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. أمامك توصيل لجهاز اختبار والمطلوب، إيه بقى المطلوب؟ عندي جهاز أهو، عندي هنا دي بطارية، وعندي ده دي ده حمل، هنقول مثلا دي لمبة، وعندي هنا طرفين لجهاز، هنقول بقى كل الكلام ده دلوقتي نشوف هو عايز الأول. أمامك توصيل لجهاز اختبار والمطلوب، اسم الجهاز ونوع، تمام، اسم الجهاز ونوع، تمام. الكمية الكهربية التي يتم القياس ونوعها، الاحتياطات الواجب اتباعها عند إجراء القياس، تمام. طيب ايه الجهاز دوت؟ الجهاز ده طبعا ده المالتي ميتر، ونوعه متعدد القياس، هو اسم الجهاز مالتي ميتر ونوعه متعدد القياس. تاني حاجة، الكمية الكهربية التي يتم قياسها، نبص كده مع بعض، هنا التوصيل هنا ده على التوالي، انت فاهمني، يبقى ده اكيد بيقيس ايه الامبير، بيقيس شدة التيار، يبقى الكمية الكهربية التي يتم قياسها شدة التيار ونوعها الامبير. نيجي بقى اخر حاجة، الاحتياطات الواجب اتباعها عند اجراء القياس، ان يكون توصيل الجهاز على التوالي مع الحمل، تمام، مع الحمل الهون المراد قياس شدة التيار الذي يسحبه. يعني انا عشان اقيس شدة التيار هنا لازم طبعا، انا لو اللمبه دي بتتوصل مع بطاريه بتاخد الطرفين، بقوم قاطع طرف واخد الطرفين اللي انا قطعتهم دول ومدخله على جهاز المالتي ميتر عشان اقيس الامبير طبعا، ولازم الجهاز اكون مظبطه على قراءه الامبير، دي برضو من ضمن الايه الاحتياطات. طبعا من ضمن الحاجات المهمه في الوحده ديت، عندي محرك واحدد اطراف، اطلع فين ملفات التشغيل، وفي ملفات التقويم، وفي مفتاح الطرد المركزي. طبعا لو عندي محرك طالع منه 6 أطراف، فأنا عارف منهم طرفين بداية ونهاية لملف التشغيل، وعندي طرفين بداية ونهاية لملف التقويم، وعندي طرفين بداية ونهاية لمفتاح الطرد المركزي. طب أنا طالع لي 6 أطراف من المحرك، محتاج أطلع فين ملف التشغيل، وفين ملف التقويم، وفين مفتاح الطرد المركزي، هعمل إيه؟ بجيب جهاز الأفوميتر، بظبطه على قراءة الأم، وأبتدي أقيس كل طرفين، تمام. همسك أول واحد الأولاني، وهنا بيبقى عندي بداية ونهاية، وأقيس المقاوم. نشوف مع بعض كده، كده أهو موصل ورا المقاومة، طلعت لي مثلا 60 أوم، يبقى كده أول واحد طلع لي 60 أوم. بعد كده همسك التاني هقراه، طلع لي مثلا 110 أوم، همسك التالت أوصله بالجاكين وأقرأ، طلع لي 0 أوم. هو مش هيطلع صفر يعني، هو ده يعتبر انا بوصل السلكين دول ببعض، هو ده عبارة عن سويتش هيديني مقاومة صغيرة جدا اقل من 1 أوم، تمام. يبقى انا كده انا عارف ان رقم 3 ده هو مفتاح الطرد المركزي. هتبقى عندي حاجتين، 1 و2، تمام، بمقاومتين، واحدة مقاومة قليلة وواحدة مقاومة كبيرة. انا عارف معلومة ان مقاومة ملفات التشغيل اقل من مقاومة ملفات التقويم، وبالتالي المقاومة القليلة دي هتبقى هي التشغيل، والمقاومة الاكبر دي هي التقويم، وبالتالي انا كده حددت ده التشغيل لو رقم 1، ده التقويم اللي هو رقم 2، وده رقم 3 ده مفتاح الطرد المركزي. دي كانت مجموعة أسئلة موجودة على الوحدة الخامسة، أتمنى لكم التوفيق، شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.